Thank you.
훈련단원 모두가 대한민국 육군 최초로 해외 현지에서 우리 군의 무수한 무기 체계로 훈련한다는 사실에 큰 자부심과 책임감을 가지고 훈련에 임했습니다. 연합 전투 수행 능력을 한층 끌어올린 만큼 앞으로도 대한민국 안보를 책임질 수 있도록 임무 완수에 매진하겠습니다. لقد كان التمرين ممتاز أول تمرين مشترك مطلع المزيد من التمارين في المستقبل أثبت الجيش الكوري جدارته واستفدنا من تبادل الخبرات بين الجيش القطري والجيش الكوري الجنوب وأثبت الجيش الكوري جدارته وقوته بالتعامل مع المناطق الصحراوية في بيئة مختلفة ولكن تطور التدريب لدى الجيش الكوري ساعدهم على التأقلم وسرعة التعامل لقد كان للآليات الكورية والمدرعات أداء عالي.